Thank you.
مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعطتنا وأتيتنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذه الليلة المقدسة وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافتك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزحوا عنا وعن سائر شعبك. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا أنك الملك والقوة. تفضل عدو. فضلوا الأبهات يقعدوا، الأخوة اللي واقفين يقعدوا علشان اللي وراهم يقدروا يشوفوا، مش لاقيين محلات يقعدوا على السجادة. الشمامسة يقولوا أي لحن على بال ما يترتب الدنيا أو أي ترتيلة. لا كويس أو كم ترتب؟ لا 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 كذا كويس. Petros nem pensar Pavlos serenas o de mar tiro o serebi evangi eles quis serebi apostolos Marcos vi te oremo serenas o de mar tiro o serebi joy for the choice of orge
كو في ما أرتيرو توبيم بجوي سيري بن يجزو بن ديكيوز أباتي جيسي وفانيوز Patriar și papa și nu أهم حاجة في اللي يقولها الشمامسة إنهم يقودوا ترتيل أو لحن الشعب كله يقول معاهم، لكن لما انتوا الاثنين او لوحديكوا والمجموعه تقولوا والشعب ساكت ما اشتركش ده مش كويس، مش نجاح احسن حاجه الواحد يقول الكلام اللي الشعب كله يقول معاه. هيوزعوا في الكنيسه جوائز على الاولاد اللي نجحوا من 5 ابتدائي وهينضموا الى التعليم الاعدادي، يتفضلوا يجوا في طابور من الباب هنا. هنا فين؟ من هذه باب خلاص واحد بيقول هل قداستكم ممكن تعمد أطفال؟ ولو ممكن ما هي الإجراءات المطلوبة؟ طبعا العماد بيكون في الصباح الباكر ويكون الكل صايم، والأب والأم اللي بيقدموا الطفل يكونوا صايمين، والكاهن اللي بيعمد يكون صائم. اللي فيكو يعني في عماد يبقى يتصل المقر جنبكو يشوفوا لكم الميعاد المناسب للي عمد. الباقي كله طلب صلوات، ربنا يكون معاكم. غالبية الورق طلب صلوات، ربنا يكون معهم جميعا. يعني
مش أسئلة. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد. احب اني اهنئكم جميعا بعيد الرسل القديسين، وبخاصه القديس بطرس والقديس بولس اللي هما اكبر اتنين في الرسل وفي خدمتهم. هديكم فكره عنهم علشان ناخد بركة الاتنين القديسين دول. ما فيش شك ان لازم نذكر جميعا فضل الاباء الرسل علينا. لولا الاباء الرسل ما كناش نبقى مسيحيين. هم اللي نشروا الإيمان بالمسيح في العالم أجمع. ولو إن إحنا ما عندناش كنائس كتيرة بأسماء الرسل ولا بأسمي بطرس وبولس إلا النادر، لكن مع ذلك الرسل هم أصحاب الفضل علينا في الإيمان. في قصة خرافية بتقول إن المسيح لما صعد للسماء سألوه الملائكة: هل نشرت الإيمان على الأرض كلها؟ قال لهم: لا. هل نشرت الإيمان في فلسطين كلها؟ قال لهم: لا. طب هل نشرت الإيمان في أورشليم وحدها؟ قال لهم: لا. قالوا لهم: ما إيه الحكاية؟ قال لهم: كونت 12 تلميذ و70 آخرين، وهم دول اللي هيحملوا الإيمان في العالم أكبر. وفعلا قد كان. وابتدأ رسل المسيح من مفيش، لا عندهم كنايس ولا عندهم جماعات مؤمنين إلا أفراد قلائل، وابتدوا يجهدوا ضد وضع متعب للغاية. وكان اليهود يطاردونهم من كل مكان ويمنعوهم ويقبضوا عليهم ويرميهم في السجون ويهيجوا عليهم الحكام، ومع ذلك انتشر الإيمان كله. أول المسيح كنا نسمع عن بطرس ويوحنا، كانوا أكثر اتنين بيبشروا بالإيمان المسيحي وبقيامة السيد المسيح، ويترموا في السجن ويخرجوا منه يبشروا كمان. وبعدين لما بولس دخل في الإيمان، المسيح ظهر له ودعاه، بدأنا نسمع عن عظمة القديس بولس. وتقريبا سفر الأعمال من أول إصحاح 15 بعد أول مجمع للرسل كله خاص ببولس. وأصبح بولس وبطرس
هم أعظم اتنين نشروا الإيمان المسيحي في العالم أجمع. واحد منهم بطرس الرسول، كان يلقب بالرسول الختان، أي رسول لتبشير اليهود اللي هم مختونين، وبولس لتبشير الأمم غير المختونين. كل منهم له صفاته اللي جايز تختلف عن الآخر، لكن هما الاثنين يتشابهوا في أمور عديدة جدا. أول حاجة يتشابهان فيها الدعوة، الدعوة الإلهية التي وصلت لكل واحد. بولس كان أول بطرس كان أول واحد دعي من المسيح، أول واحد من الاثني عشر، تلاقي في متى 10 دعي أولا بطرس، وبولس كان آخر واحد، حتى ما كانش من الاثناشر ولا كان من السبعين ولا حضر السنوات الأولى للمسيحية، إنما بعد مدة طويلة وكان مضطهد للكنيسة، لدرجة أنه مرة قال: أنا الذي مستحقا أن أدعى رسولا لأن اضطهدت كنيسة الله. وقال: وأخيرا بعد الكل ظهر لي أنا. ولكن مع ذلك هما الاثنين كان عندهم كفاح كبير من أجل نشر الإيمان. كانوا بينشروا الإيمان بكافة الأنواع، بكافة الطرق. الكنائس ما كانتش موجودة في ذلك الحين، ما كانتش بنيت كنائس، فكانوا يصلون ويبشرون في المجامع وفي البيوت. أول كنيسة في العالم كانت الكنيسة في بيت مريم أم القديس ماري مرقس، زي ما ورد في سفر الأعمال إصحاح 12 آية 12، إن بطرس لما خرج من السجن ذهب إلى بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس، حيث كان المؤمنون مجتمعين يصلون، بيصلوا في البيوت. وعشان يصلوا في البيوت، مرة بولس الرسول وهو بيبعت الرسالة إلى روميا قال: سلموا على أكيلا وبريسكيلا والكنيسة التي في بيتهما. كانوا بيصلوا في البيوت لغاية لما ابتدت تبنى الكنائس، وكانت بتبنى بالصعوبة، لغاية لما قسطنطين الملك أصدر مرسوم ميلان سنة 313 بمنع، بإيقاف أو منع الاضطهادات على المسيحيين وبحرية الدين، ابتدت الكنائس تتبني في كل مكان. فكانت البداية بداية صعبة، لكنها كانت بداية منتجة وقوية. كل واحد فيهم كان له أسلوبه. بطرس الرسول يتميز بأنه كان أكتر واحد يستخدم آيات العهد القديم، يستخدمها بحفظ وببراعة وبمعرفة للتفسير وبمعرفة للرموز. استخدم آيات العهد القديم لما جه يتكلم على انتخاب من يخلف يهوذا، وجاب الآيات اللي في المزامير وفي الكتاب الخاصة بيهوذا،
وعملوا قرعة واختاروا متياس كأول واحد اختير بالقرعة بين الرسل عشان يكملوا 12 بدل يهوذا. واتكلم برضو بالآيات يوم 50 آيات من العهد القديم ويفسرها للناس، وآيات ساعة ما شاف الرجل الأعرج كان بارع جدا في استخدام الآيات. أما بولس الرسول فيما بعد فكان راجل قوي في الكلام عن قواعد الإيمان، عن الناموس، عن النعمة، عن الأسرار المقدسة إلى آخره. بطرس الرسول كان بيبشر اليهود بالأكثر، أما بولس الرسول فكان يحارب حركة التهود التي أراد أن ينشرها اليهود المتنصرين اللي دخلوا الإيمان بعد ما بقوا مسيحيين. حبوا إنهم يخلوا العادات اليهودية لا تزال موجودة من ناحية الأعياد اليهودية، من ناحية المواسم، من ناحية النجاسات والتطهير، إيه اللي نجس وإيه اللي طاهر. وهو حارب كل هذا. بطرس الرسول كان إنسان بسيط، كان صياد، كان رجل عامي وقليل المعرفة إلا في آيات الكتاب. وبولس الرسول كان راجل فيلسوف أرى الكثير من الكتب، لدرجة مرة أحد الولاة الرومان قال له كثرة الكتب حولتك إلى الهزيان يا بولس، بيقرأ كثير. وكان راجل فيلسوف وكان رجل جامعي، تعلم في جامعة طرسوس حيث ولد. طرسوس اللي هو في شمال سوريا على قريب من حدود تركيا، تعلم في جامعة طرسوس من الناحية المدنية، من الناحية الدينية تعلم على أشهر المعلمين في عصره على غمالائيل معلم الناموس في أيامه. فكان رجل قوي ورجل في المنطق، في الفلسفة، في الفكر، كان عميق جدا، لدرجة أن بطرس الرسول قال رسائل أخي بولس فيها كلام عسر الفهم يؤوله غير المؤمنين لهلك أنفسه. كلام صعب، مش كل واحد يقدر يفهم بولس الرسول. لكن هما الاثنين دعاهم الرب. بطرس دعاه المسيح في أول الاثني عشر، وبولس الرسول دعي من المسيح وهو في طريق دمشق حيث ظهر له وكلمه، ودعي من الروح القدس أيضا لما الروح القدس قال للتلاميذ، قال لهم افرزوا لي برنابا وشاول، كان اسمه شاول، للعمل الذي دعوتهما إليه، فصاموا وصلوا وضعوا عليهما الآيات. بل أكثر من كده، أن بولس الرسول قال أنه دعي لخدمة الله وهو في بطن أمه، وهو في بطن أمه زي أرميا النبي. قال لما سر الله الذي دعاني من بطن أمه، في غلطية 1:15. هما الاثنين كانوا عماد العمل كله، واحنا مبسوطين ان توجد كنيسة على اسم بطرس وبولس اللي هما كانوا اكتر اثنين اشتغلوا في المسيحية. العجيب ان كل واحد من الاثنين ربنا غير اسمه. بولس كان اسمه شاول الطرسوسي، سماه ربنا بولس. بطرس كان له ثلاث اسماء،
اسمه الأولاني سمعان بن يونة، واسمه الثاني صفا، واسمه الثالث بطرس. يعني ما تولدش باسمه بطرس. كل من الاثنين ربنا أنعم عليه بمواهب كثيرة، ربنا أنعم عليه بمواهب كثيرة. كلهم كانوا بيتكلموا بألسنة، ومعجزة الألسنة كانت أول معجزة في المسيحية عشان يكلموا الناس باللغات اللي يفهموها. بطرس حل عليه الروح القدس يوم 50 وبقى يتكلم بألسنة. بولس قال وأنا أتكلم بألسنة أكثر من جميعهم. بل كل واحد من الاثنين دول أقام ميتا، يعني بالنسبة للاثناشر رسول، الاثنين دول بالذات اللي ذكر عليهم الكتاب ان كل واحد منهم أقام ميتا. بطرس الرسول أقام طبيفة اللي ماتت في يافا وكانت محسنة على الناس، وجم الأرام اللي بيقولوا ويحكولوا ازاي كانت بتحسن عليهم، فصلى عليها وقال لها طبيثة قومي فقامت. ده بطرس الرسول. وبولس الرسول أقام الشاب افتيخس الذي سقط من الطاقة ونزل ميت فراح وأقام. بل كانت لهم معجزات كثيرة جدا. ربنا لما اختارهم وأراد أنهم يبشروا اداهم المعجزات دي. قيل عن بطرس الرسول انه كان لما يمشي حتى لو ظله وقع على واحد مريض يشفيه، لذلك كان لما يمشي في الطرق يحطوا المرضى في الطرق هناك او يجيبوا لهم اسره ويحطوهم عشان يقع عليهم ولو ظل بطرس الرسول لكي يشفوا. بولس الرسول على الرغم من القوه بتاعته كان أعطي شوكة في الجسد، كان عنده قروح في جسده، فكان الناس ياخدوا مناديل أو مآزر من على جسمه ويضعوها على المرضى فيشفون، ويضعوها على اللي عندهم أرواح شريرة فتخرج منهم الأرواح الشريرة. كان ليهم قوات معجزات عجيبة هما الاثنين دول غير إقامة الموت. دول اكتر اتنين كتبوا لنا في المسيحية. يعني معروف الاربع اناجيل مفيش ولا واحد كتبوا بطرس ولا واحد كتبوا بولس، لكنهم كتبوا رسائل تعتبر جزءا من العهد الجديد. بولس الرسول كتب 14 رسالة تشمل 100 اصحاحا ازيد من الاناجيل الاربعة. الأناجيل الأربعة لما تعدوا الصحاحات متى على مرقس على لوقا على يوحنا تلاقوها 90 إصحاح، أما رسائل بولس فهي 100 إصحاحا، يعني أزيد من الأناجيل الأربعة. بطرس الرسول كتب رسالتين هما 8 إصحاحات، يعني بطرس وبولس كتبوا 108 إصحاح والأناجيل الباقية كلها 90 إصحاح. اتشرح فيها الإيمان كله، يعني أكتر واحد شرح الإيمان المسيحي بعمق هو بولس الرسول. كان قوي في فهمه وفي شرحه. كان هما الاثنين عندهم جرأة وقوة في التبشير. بطرس الرسول في يوم 50، والقصة دي كلكم عارفينها بتتقري في الكنيسة، بدأ يدعو الناس بعد معجزة الألسنة، فآمن 3000 من اليهود وكانوا أول المؤمنين من الشعب غير تلاميذ المسيح يعني العاديين.
3000 اعتمدوا في نفس اليوم في نهر الأردن. وبعد معجزة إقامة الأعرج وصل عدد المؤمنين إلى 5000. وبعد ما رسموا استفانوس رئيس الشمامسة وباقي الشمامسة السبعة، بيقول الكتاب إن دخل في الإيمان جماهير من رجال ومن نساء، حتى الكهنة اللي كانوا بيعكسوا الإيمان من اليهود بدأوا يخشوا. فكان في قوة في الوعظ وقوة في التبشير وقوة في الإقناع وجرأة وجرأة. يعني في الأول لما ابتدوا يدعوا الناس إلى الإيمان بالمسيح ويشرحوا لهم القيامة، خدوهم الكتبة ورموهم والفريسيين ورموهم في السجن، فخرجوا من السجن يبشروا تاني، ما فيش فايدة. قالوا لهم اسكتوا، ما تكلموش، ما تجيبوش اسم المسيح ده على لسانكم. قالوا لا نستطيع ان احنا لا نتكلم. فالكتب والفريسيين وكهنة اليهود قالوا لهم انتوا بالشكل ده هتجيبوا علينا دم هذا الانسان، لان لو كان قام من الموت بعد 3 ايام من غير ما حد يقيمه يبقى مش ممكن يكون خاطئ، يبقى احنا قدمناه للصلب خطأ وظلم، مفيش فايدة. بطرس قال لهم الآية المشهورة التي يحفظها كل مسيحي، وهي ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس، ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. كان في إصرار على العمل وجرأة. وقفوا قصاد رؤساء اليهود، وقفوا قصاد كهنة اليهود، وقفوا قصاد الكل، وهم هيتكلموا باسم المسيح، يعني هيتكلموا، هينشروا الإيمان يعني ينشروه، يهينوهم ما فيش مانع، يضربوهم ما فيش مانع، يشتموهم ما فيش مانع، يسجنوهم ما فيش مانع، قتلوا يعقوب الرسول ما فيش مانع، رجموا استفانوس الشماس ما فيش مانع. إصرار وصمود في العمل الإلهي. بولس الرسول أيضا كان عنده جرأة في التعليم، قدم لولاة ولحكام ولرؤساء اليهود ولقيصر نفسه، وكان رجل جريء. مرة كان أسير يعني معتقل يعني، وكان بيتكلم قصاد فيليكس الوالي، فبيقول الكتاب لما بولس كان بيتكلم عن البر والدينونة والتعفف ارتعد فيليكس الوالي. يرتعد ازاي من الأسير اللي قصاده؟ قوة الكلمة وقوة التأثير اللي موجودة عند بولس الرسول. وكان جريء أيضا بالنسبة للوقوف أمام الحكام، وقفوه أمام أغريباس الملك، فقعد يكلمه بقوة لدرجة أغريباس الملك قال له بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا. قال له كنت أصلي بقليل أو بكثير، مش أنت لوحدك، كل الناس الباقيين أنهم يدخلوا إلى الإيمان. مرة أحد الأمراء أمر الناس أنهم يجلدوا بولس الرسول. بولس الرسول كان عنده، مع أنه يهودي، كان عنده الجنسية الرومانية لأنه ولد في بلد محكومة بالرومان. فأول ما حطوه على الأرض وابتدوا يجلدوه، قال اللي بيجلدوا، قال له أيجوز لكم أن تجلدوا رجلا رومانيا غير مقضي عليه؟ كان بالنسبة للحكم زمان لما واحد عنده الجنسية الرومانية مش ممكن أبدا يعاقبوه عقوبة زي دي غير لما يمر في محكمة ويقضى عليه. قال له هو أنت روماني؟ قال لهم أيوه. راحوا للأمير قالوا له الرجل ده بيقول له أنه روماني، فقال له الأمير
قال له انت روماني؟ قال له ايوه. قال له طب انا اخدت الجنسيه بفلوس وانت خدتها ازاي؟ قال له انا ولدت فيها. فاستحى منه الامير وفكه واطلقه ووداه في حراسه شديده عشان اليهود ما يموتوش. في مره اخرى برضو كان اليهود عايزين يقتلوا بولس الرسول، والوالي اراد انه يسلمه لليهود يعملوا فيه اللي عايزينه. فبص له بولس الرسول وقال له امام كرسي ولايه قيصر انا واقف، الى قيصر رفعت دعواي. قال له انا واقف قصاد الوالي المعين من قيصر، فانا مشتكيك الى قيصر. الى قيصر رفعت دعواي. قال له الى قيصر تذهب؟ ما قدرش، لو عمل له حاجه قيصر هيحكم عليه. كل ده مش ان بولس خايف من الجلد ولا خايف من الموت، لا، هو كان السيد المسيح قال له كما شهدت لي في اورشليم ينبغي ان تشهد لي في روميا. فهو عايز يروح روما ويروح بلاش، يعني ياخدوه الولاه بالحكم ويوصلوه لروما لكي يقف امام قيصر. فهو امام قيصر هتظهر براءته ويبشر باسم المسيحيه. استاجر بيت وقعد فيه سنتين يكرز باسم المسيح بلا مانع ولا عائق. على فكرة اللي أسس كنيسة روما هو بولس الرسول وليس بطرس الرسول. دي أنا كتبت عليها مقالة طويلة عريضة هتبقى جيلكم فيما بعد. هو اللي قال له المسيح كما شهدت باسمي في أورشليم ينبغي أن تشهد في روميا أيضا، وهو اللي ذهب إلى روما واستأجر بيت وقعد فيه سنتين يكرز باسم المسيح كما ورد في أعمال 28 آخر إصحاح من سفر الأعمال وآخر آيتين من آخر إصحاح، أعمال 28:30-31. وهو اللي أرسل رسالة إلى روما إلى آخر. كان عندهم جرأة في التبشير وقوة وتأثير وإقناع وذكاء وعقل ومعرفة بالكتاب. وهما الاثنين كل واحد منهم وقف أمام ساحر مشهور في أيامه وحكم عليه. بطرس الرسول وقف أمام سيمون الساحر وحكم عليه وقال له لتكن فضتك معك للهلاك. وبولس الرسول وقف أمام عليم الساحر وضربه بالعمى. كل منهم كان بهذا الشكل، وكان أيضا قوي وحازم في معاملة الخطاة الأشرار. أبو حزم بولس الرسول تجدونها في حكمه على خاطئ كورنثوس في كورنثوس الأولى إصحاح 5، وبولس الرسول تجدون حزمه في حكمه على حنانيا وسفيرة في أعمال الرسل إصحاح 5. وعلى الرغم من كل هذا كان كل واحد منهم متواضع. على الرغم من المعجزات الكثيرة، على الرغم من إقامة الموتى، على الرغم من الآيات والعجائب، على الرغم من قوة الكرازة وتبعية الناس بالجماهير، على الرغم من رتبة الرسولية، كان كل واحد منهم متواضع.
بولس الرسول كان يقول أنا الذي لست مستحقا أن أدعى رسولا لأن اضطهدت كنيسة الله. ومرة بعد جواء الرسالة إلى أهل غلاطي يوبخهم على أخطائهم قال لهم أنا بولس الذي هو في الحضرة ذليل وفي الغيبة متجاسر عليكم. يعني أكمن بكتب ليكم رسالة وأنا بعيد بتجاسر وأوبخكم، ولكن في الحضرة ذليل. وكان متواضع للغاية في معاملة الكل، وكان يدعو الكل أولاده وأخوة ليه إلى آخره. وهما أيضا من أجل بشارتهم بالمسيح احتملوا آلاما كثيرة جدا، احتملوا الضرب والجلد والسجن والشتائم والاتهامات والطرد، وكل منهما مات شهيدا. بطرس الرسول مات مصلوبا وقال لهم تصلبوني منكس الرأس ولا أستحق أن أصلب كالمسيح معتدلا يعني، وصلب منكس الرأس في عهد نيرون. وبولس الرسول أيضا مات شهيدا، قطعت رأسه بالسيف في أيام نيرون امبراطور روما في نفس الوقت. فنحن ننظر إليهما كرسولين وكشهيدين، كل منهما كان شهيدا، وكمبشرين وكارزين، كل منهما كان كارزا ومبشرا، وركلي معجزات في حياتهم. ما تفتكروش الرسل دول اللي احنا بنمجدهم كانوا عايشين يعني في حياتهم في راحة، لا. بولس الرسول يشرح ايه الآلام التي تعرض لها، فيقول في رسالته إلى أهل كورنثوس الإصحاح 4 ثم الإصحاح 6، يقول مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين، مضطهدين لكن غير متروكين، مطروحين لكن غير هالكين إلى آخره. ده في 4. وفي 6 يقول عن نفسه وعن زملائه في الخدمة، في ضيقات، في ضربات، في سجون، في اضطرابات، في أتعاب، في أسهار، في أصوام، في طهارة، في علم، بمجد وهوان، بصيت رديء وصيت حسن، كمضلين ونحن صادقون، كمجهولين ونحن معروفون، كمائتين وها نحن نحيا، كمؤدبين ونحن غير مقتولين، كحزانة ونحن دائما فرحون، كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. في فضائلهم أيضا إن كل منهم تجرد من العالم. بطرس أول ما دعي كان صياد، ترك المركب وترك الشباك وترك كل شيء وتبع المسيح. المسيح قال له هو وأخوه
هلم ورائي لأجعلكما صيادي الناس. وهو نفسه في وقت من الأوقات قال للمسيح، قال له ها قد تركنا كل شيء وتبعناك. قال لهم من ترك أبا أو أما أو ابن أو ابنة أو أي حد من أجلي فله 100 ضعف وليه ملكوت السماوات. بولس الرسول أيضا ترك كل شيء، بيقول خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح. خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح. عاشوا في حياة تجرد. بطرس الرسول كان متزوجا في ذلك الزمان، ترك مراته وذهب وراء المسيح، أو كان يعيش معها كأخت. وبولس الرسول عاش بتولا، ودي تورينا أن المسيح جمع من كل الناس، جمع العالم زي بولس وغير المتعلم مثل بطرس، جمع المتزوج مثل بطرس والبتول مثل بولس، الكل مع بعض في خدمة ربنا لكي يعطي فرصة لكل إنسان أنه يخدم الله مهما كان الوضع اللي هو فيه، مهما كان الوضع اللي هو فيه، المهم كيف يخدم الله. كانت عندهم فضيلة الزهد في كل شيء من أجل أن يعيش مع ربنا، وعاشوا زي ما قال كفقراء ونحن نغني كثيرين، كفقراء ونحن نغني كثيرين. طبعا يغنوهم بالنعمة وبعمل ربنا وبالصلاة الأخرى. عاشوا بغير سلطة على الأرض بينما كانت لهم سلطة على الأرواح النجسة، وسلطة على الشياطين، وسلطة على الأمراض، وسلطة على الناس، لكن عاشوا مجردين في حياتهم من كل شيء. ربنا إداهم حاجات كتير، ربنا إداهم حاجات كتير. كان اسم بطرس له رنته في ذلك الحين وله مجده، واسم بولس له رنته في ذلك الحين وله مجده. زي ما بقول لك أنا مبسوط إن احنا نلاقي كنيسة على اسم بطرس وبولس. كتير في الأيام دي الناس يبنوا كنائس على أسماء قديسين من اللي ليها أعياد وليها مواسم والناس يتبرعوا ليها، لكن قليل اللي بينشئ كنايس على اسم الرسول. ومع ذلك ففي كنايس كثيرة على اسم الرسول. يعني بولس هو وبرنابة أسسوا كنيسة قبرص، وهم اللي بشروا كنيسة قبرص. لغاية دلوقتي قبرص القديس بتاعها هو برنابة. بارثلماوس بشر في كثير من بلاد أوروبا، وكذلك بعض الرسل الآخرين بشروا في أوروبا. توما الرسول بشر في الهند وفي بلاد الشرق، مرقس الرسول بشر في مصر وفي ليبيا، ومشي مع بولس الرسول في كل رحلاته وظل معه إلى يوم وفاته. بركة القديس بطرس الرسول وبركة القديس بولس فلتكن مع جميعكم. آمين. ونكتفي بكده، وكل سنة وانتم طيبين. مين الليل ويا دوس كابتريك يوكي عيوبني وماتي كان كاي كيستوسيون الصونيون
Amin in hoce volen goem mocebet Isus be Christus es monem oem e fiaro mare Tec irini oen sotem be cleo Sotem mono vonainan acici charit Sisteme tu even temer cedic Cello in te apubin ogen temetu Sala bica cilsot bente David tiso bie Tiso lomor bimne mambara cilton bieta bicin Apostolus accesa fierim Monchenem ptoer alpim biliotis taiut Sanherisi vaba vacinuti Nemnen iotin ebis fobus nietki Nemen ifnutin tedbe Sagrojen nuestron ocen amici rombi di mazzi Io in irini e pontifsi vi un nugagli Sapecit nuestra labge in cole Tove veri to seria pontifcan in nuovi Nane volce nuove rini che tave cristien Mai kirie lei son kirie lei Chi è blogi son aminis moero Moero e timetania coni وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر وبركة القديس ماري بولس الرسول والقديس ماري بطرس الرسول وبركة السيدة العذراء أولا وآخرهم بركتهم مقدسة وهبتهم ومعونتهم ورحمتهم وشفاعتهم فلتكن معنا كلنا أمين بخريستوس بنوتي أمين يا بور انت تهريني مينان انت كهريني سمنان انت كهريني جكنوفي نانيفول جيسو بتتجوم نمبئونم بزمونم في أماهي شيني أمين اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات لتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة وموهبة الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بالسلام سلام الرب يكون معكم مع روحك نشكر الله كثيرا من أجل هذه النعمة التي أفاضها الله نعمة على فم قداسة البابا المعظم أنبا شنودة الثالث إذ قد سمحت عناية الله أن يحل بيننا الآن مباركا ومصليا نرجو من الله أن يديم لنا حياته وسنين كثيرة وأزمنة سالمة وأن يحفظ لنا حياته ويمتعه بالشفاء الكامل وأن يهبنا نعمة وقوة وبركة ببركات الرسولين القديسين أبينا القديس بطرس ومعلمنا القديس بولس الرسول والرب قادر أن يعطينا نعمة وبركة ونشكر حضرات الأساقفة نشكر محمد جميل وكل عام وأنتم جميعا